أفضل 5 ألعاب لهذا الشهر، خلينا نتعرف عليهم سويا. مرحبا أحبتي متتبعي قناة لبنان فورتك. بهذه الحلقة الجديدة راح تكون مخصصة لأفضل 5 ألعاب لهذا الشهر. طبعا شاهدنا الشهر الماضي أيضا حلقة عن هذا الموضوع. إن شاء الله كل شهر أو كل بداية شهر راح أضيف حلقة واختار 5 ألعاب تكون جميلة ومفيدة لألكم. بداية راح نبلش مع لعبة اسمها فيوتشراما. مبدأ اللعبة يقوم على تجميع أحجار من لون واحد لحتى تقدر تربح. هنفرش كيف. عنا هون تعليمات. بنشد المثلث الأحمر للأسفل، بنكون جمعنا عدد ألوان سويا. طبعا اللعبة بعدة مستويات وعدة مراحل. اللعبة الثانية راح تكون King of Thieves. هي لعبة جميلة أيضا، خلينا ناخد فكرة عن اللعبة. فكرة اللعبة بتقوم على شخص مثل ما شايفين على شكل لص، مهمته هو يسرق صناديق الذهب. طبعا كالعادة كل الألعاب فيها تعليمات بالبداية. بنلاحظ انه هو مبدأه انه مبدأ اللعبة انه خرج من السجن، تعتمد على الضغط والقفز الأعلى. أول خطوة انتهت. طبعا لازم تقرأ على طول التعليمات. وأيضا في عدة مستويات وعدة مراحل. مثل ما ملاحظين في عدة مستويات مثل ما ذكرت وعدة مراحل. اللعبة الثالثة معنا هي لعبة دراجات نارية اسمها Trials Frontier. مهمتك بهذه اللعبة تجتاز جميع المراحل والمصاعب اللي بتواجهها. طبعا أنا كوني عم بستخدم درويد 4X اللي هو محاكي الأندرويد، ما راح يكون عندي الإمكانية كالهاتف أتحكم بالألعاب مثل ما أنا شايفين. بهيك أنا أكون نجزت أول مرحلة من هذه اللعبة. اللعبة الرابعة معنا هي اسمها جاين شيب باتل. هي لعبة طائرات حربية أو تحديدا طائرة الهليكوبتر أو الطائرة العمودية. طبعا هذه اللعبة نوعا ما بسيطة كجرافيك، بس برجع بكرر انه انا عم بستخدم محاكي الاندرويد، ما حيكون فيني ما حيكون عندي حرية حتى اقدر استخدم كل مفاتيح او ازرار اللعبة. مثل ما شايفين فيها اسلحة. طبعا هذه بداية بتكون جولة تدريبية، بعدين تنتقل للمراحل القتالية. اللعبة رقم 5 والأخيرة معنا هي لعشاق كرة القدم اسمها Ultimate Soccer. لعبة حجمها 14 ميجا ونوعا ما الجرافيك مقبول فيها وجيد للأجهزة المتوسطة.
مثل ما انا شايفين في عنا وورد كاب، في عنا كورنر، في نلعب فقط الكورنر اي كرة الزاوية، في نلعب ومباريات ودية ايضا. هنختار سريعا مباريات ودية. فيك تغير بتشكيلتك مثل ما بدك من هون. هذه هي لعبة رقم 5. بهيك بنكون أحبتي وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كانت هذه التطبيقات معنا، بتمنى هذه الألعاب نالت إعجاب الجميع. بنلتقي بحلقات جديدة إن شاء الله. ما تنسوا اللايك والشير والاشتراك. إلى اللقاء.